تحياتي لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتنا واوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء، متابعي برنامج صباح الشارقه وايضا متابعي فقره السوق من سوق الجبيل من هذا المعلم التجاري والسياحي الجميل والمميز في اماره الشارقه. نبدا وياكم ان شاء الله فقرتنا ودورتنا اليوم الصباحيه من هذا القسم الجميل، قسم الرائع، قسم طبعا الاسماك. نبدا وياها طبعا اليوم ان شاء الله نبدا معاكم مشاهدينا الاعزاء من قسم او دتشات القشريات. اليوم عندنا الربيان ما شاء الله من الصفاقيات وانواع مختلفه من القشريات اللي نشوفها وياكم الان على هذه الدتشه. السلام عليك ابي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيب ما شاء الله. اليوم عندنا مربيان او الصفاقيات. ايوه، ومربيان هذا في 50 درهم على 50 الكيلو. نعم. الكيلو اليوم على 50 درهم من الصفاقيات، وعندنا ايضا هنا ما شاء الله الاحجام الكبيره من الجامبو الابيض هنا على 80 اليوم. نعم. 80 درهم اليوم سعر الكيلو، مثل ما تشوفون عندنا الاحجام الكبيره. طبعا عندنا اليوم ما شاء الله الجامبو الابيض، عندنا ايضا الجامبو اللي هو الرمادي بالاضافه الى الفلاور وانواع مختلفه ان شاء الله بنتعرف فيها وياكم بالاضافه ايضا الى الاسعار. وعندنا هني هذا بعد الجامبو كم ما شاء الله؟ هذا نفس السعر، هذا 80 درهم. نفس على 80. نعم، نفس السعر نفس الحجم ما شاء الله. انزين، والفلاور عندنا؟ هذا فلاور 65، هذا تايجر كبير 85. 85. نعم. التايجر والفلاور على 65. 65. نعم 65. انزين، عندنا ايضا الفلاور هنا هذا اللي هو الوسط، هذا وسط بعد، هذا في 60 درهم كله. على 60 اليوم. نعم. على 60 درهم ما شاء الله. انزين، عندنا بعد ربيان ابيض اللي هو الصغار هذه اللي هنا، هذا في 50 درهم كله. على 50 اليوم. نعم. 50 درهم اليوم السعر. وهناك عندنا ايضا الفلاور، الفلاور هذا بعد صغير، هذا 50 درهم كله. على 50 ايضا عندنا الفلاور. وهناك عندنا ايضا الهن الجامبو الابيض او الربيان الابيض هنا، جامبو صغير ابيض، هذا 40 درهم كله. على 40. نعم. على 40 درهم. هناك عندنا ما شاء الله، وعندنا تايجر هنا اخر شيء، تايجر كبير 100 درهم كيلو. على 100 اليوم. نعم. على 100 درهم اليوم طبعا، وكميه قليله شرم ما شفون عندنا او اللي باجي منه مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله. طبعا احنا بدينا وياكم من هذه الدتشه، وعندنا ايضا دتشه ثانيه مشاهدينا الاعزاء فيها مجموعه ايضا من القشريات. طبعا الربيان عندنا الصفاقيات، من الربيان لهن الابستر وانواع مختلفه. واليوم ايضا الاسعار جدا طيبه، واسعار انا اشوفها يعني نبدا من 40، وعندنا الدتشات الثانيه بعد فيهن تقريبا لغايه ال 90 او حتى 80 درهم. نشوف وياكم هني عندنا طبعا الحجم الصغير من الربيان اللي هو طبعا اللي هو الابيض، هذا الربيان الابيض يسمونه او الجامبو الابيض ما شاء الله. شوفوا الاحجام هذه عندنا هنا الصغيره، والكيلو هنا حطيل ملصق طبعا هنا، والاسعار على 40 درهم. وعندنا ايضا هني الفلاور، الفلاور طبعا من الاحجام اللي تعتبر هذه تحت الوسط بشويه، على 50 درهم اليوم. على 50 درهم. وهناك عندنا الربيان الابيض على 40، الفلاور على 50، وعندنا ايضا الحجم الثاني من الجامبو الابيض اليوم هنا بعد مشاهدين الاعزاء على 50 درهم. شرم ما تشوفون الاحجام هذه اللي موجوده عندنا، هذا 50 هنا بعد ابوي ها؟ نعم. على 50 درهم. انزين، وهنا شو عندنا بعد اليوم؟ عندنا التايجر مثل ما تشوفون، الفلاور 65. 65 هنا. 65 وبلاك تايجر 70. وهذا على 70 هنا. نعم. على 70 اللي هو التايجر هنا مثل ما تشوفون. وهناك عندنا ايضا الانواع الثانيه بعد مثل ما تشوفون عندنا هني الجامبو الابيض 80 درهم، هذا 80. 80. والفلاور تايجر فلاور 75. على 75 ما شاء الله، 80 و75 درهم اليوم سعر الكيلو عندنا من الربيان اللي تشوفونه عندنا ما شاء الله، او الاحجام المختلفه مشاهدينا الاعزاء. وعندنا ايضا هني التايجر هني كم ما شاء الله؟ تايجر 85 درهم. 85 ما شاء الله، 85 درهم اليوم الاحجام اللي هي تعتبر تحت الوسط. اليوم بعد عندنا مثل ما تشوفون الدتشه الاولى حصلنا صفاقيات صغيره، وهنا عندنا ايضا صفاقيات الكبار او يعتبر الوسط. كم عندك الكيلو بوي صفاقيات؟ 50 درهم اليوم. على 50 اليوم؟ نعم. ما شاء الله. وهناك عندنا ايضا الابستر 115. 115 درهم. الفلاور عندنا اليوم او التايجر هنا 85؟ 85 درهم كيلو. انزين، والكبار؟ الكبار كيلو 100 درهم. على 100، الكبار على 100. شوفوا الحجم ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الحجم هني عندنا على 80 درهم اليوم سعر التايجر او طبعا التايجر الكبار اللي تشوفونه عندنا اليوم على 100، واللابستر على 115 درهم مشاهدينا الاعزاء. طبعا مثل ما تشوفون عندنا كميه طيبه من القشريات اليوم، الاحجام المختلفه الصغيره والاحجام ايضا الكبيره مشاهدينا الكرام. ما شاء الله الاسعار تقريبا يعني اختلاف بسيط، او مثل ما نلاحظ نزول في بعض الانواع، لان المره الاسبوع الماضي كانت الاسعار تبدا تقريبا عندي من 60، لكن الان عندنا من 50، فتبدا الاسعار من 50 شويه، تحصلون الانواع الثانيه او الاحجام المختلفه يكون سعرها ايضا مختلف مشاهدينا الاعزاء. وهني عندنا ما شاء الله تشكيله جميله ورائعه على هذه الدتشه من الالوان اللي موجوده عندنا من الاسماك. طبعا هني مثل ما تشوفون عندنا
الجيمي، وعندنا ايضا النيسر، وعندنا ايضا ما شاء الله هني اليمة، وحاطي لكم بعد هنا قابطه هنا. السلام عليك ابوي، كيف حالك؟ كم السعر هنا؟ 6 دراهم على 6 دراهم الكيلو، الكيلو اليوم على 6 دراهم. طبعا هذه الاسماك هاي تصلح للمشواي للقلي يعني، فمسوينهن على 6 دراهم. الهامور كم هنا واصل؟ 50 على 50، الهامور على 50. وعندنا هني طبعا شيء من الشعري وشيء ايضا من السوري والشخيلي. هنا كم بعد ابوي السعر؟ 20. الكيلو ب 20، الكيلو على 20 درهم. وما شاء الله شوفوا الميد، عندنا اليوم الميد هنا بعد احجام اللي هي تعتبر فوق الوسط هذه شوي، وعلى كم او تحت الوسط عفوا، كم السعر؟ 15 درهم. 15 درهم عندنا اليوم سعر كيلو عندنا الميد. مشاهدينا الاعزاء وشوفوا الشحن ما شاء الله مشحمه وجاهزه، هذه تنفع للقلي وتنفع ايضا هذه السمكه للشوي، والسعر 15 درهم. 15 درهم الكيلو كم حبه تقريبا بيظهرن علينا؟ 8 الى 9، 8 الى 9 حبات من هذه الاسماك اللي يشوفونها عندنا اليوم مشاهدينا الاعزاء. بالاضافه عندنا هني بعد اليوم الحلوى، نعم هني الحلوى هذه الفارسيه يسمونها هنا. كم بعد سعر كيلو؟ 30. ها؟ 30 كيلو. 30 درهم، 30 درهم اليوم. وعندنا هني ايضا اليوم 15. التقوى 15 اليوم، التقوى على 15 درهم اليوم سعر كيلو التقوى عندنا. لكن اللي يشوفون عندنا الاحجام الصغيره مشاهدينا الاعزاء من التقوى، التقوى الان موسمه وتوصل عندنا بكميات ما شاء الله. الاسبوع اللي طاف حصلنا الاحجام الكبيره، لكن هالاسبوع حصلنا شويه الاحجام الصغيره شر ما يشوفون عندنا، لكن ان شاء الله متوقع في الساعات القادمه ان توصل ايضا كميات واحجام ايضا مختلفه من هذه الاسماك. طبعا التقوى يفضل يعني ويحبونها اكثر الناس، ياخذونها للمشواي بالذات عاد يوم تيكم الاحجام الكبيره. اليوم عندنا بعد ما شاء الله كميه او مجموعه من الاسماك اللي هي البسار، وحد يسميها الضلع طبعا على حسب حجم السمكه. وهنا كم عندنا الكيلو بيه؟ 6 دراهم. على 6 دراهم، 6 دراهم الكيلو، الكيلو على 6 دراهم. اليوم عندنا البسار او حتى الضلع مشاهدينا الاعزاء، طبعا من الاسماك اللي عليها طلب كبير بعد هذه الاسماك ما شاء الله تنفع ايضا للقلي. مشاهدينا الاعزاء ايضا عندنا اليوم مستمرين معاكم على الدشات اليوم اللي موجوده عندنا في سوق الجبيل ما شاء الله. عندنا جش العظيمي او جش الخياط، هاي مثل ما لها مسميات عساس ان نشوفه، شعريفه ما شاء الله زعانفه، فعسى ابتدي يسمونها جش الخياط او جش العظيمي هنا ما شاء الله. كم بوي الكيلو هنا؟ كيلو 20 درهم. على 20 كيلو ب 20 درهم، الكيلو على 20، واحجام مختلفه من هذه السمكه، والكيلو على 20. عندنا الكبار والوسط والصغار ما شاء الله اليوم كلنا على 20، ها كلنا على 20، على 20 درهم. وعندنا هنا السمان كم؟ كيلو 25. 25 سمان اليوم على 25، قبل تعيدون على 45، السوم 40، لكن اليوم على 25. وهني عندنا الجش 20 على 20، وهناك عندنا الهوامير هذا كيلو 60 درهم على 60، هوامير اليوم على 60 درهم. وعندنا السمان هناك على 25، والجش ايضا متوفر اليوم على 25 درهم مشاهدينا الكرام. تعال ابوي الدش الثاني هنا خلينا نشوف وياك. ايضا عندنا اليوم البياح، عندنا الفرش، عندنا الهوامير، عندنا ما شاء الله تشكيله جميله من الاسماك اللي موجوده عندنا اليوم مشاهدين الاعزاء واللي عليها ايضا طلب. نشوف هنا عندنا الهامور كم هنا ابوي؟ 45. 45 الهامور، انزين والبياح؟ البياح كيلو 25. 25 البياح اليوم على 25. وهني عندنا الشعري والشخيري؟ الشعري كيلو 20 درهم. على 20 والفرش؟ 20 درهم. على 20 الفرش ما شاء الله، انزين. وهنا عندنا ايضا 20 درهم. الجش الصال؟ 20. على 20، وهناك عندنا ينم؟ 30 درهم. 30 لينم طبعا على 30 درهم، وطبعا هم من نفس الفصيله، وهذه الاسماك ايضا تنفع للشوي مشاهدين الاعزاء اكثر. يعني اللي يشترون هذه السمكه يعرفون او يفضلونها طبعا مشواي ويحبونها زياده ما شاء الله. وعندنا هنا ايضا هذه الدكه فيها ما شاء الله من الشعوم، وفيها ايضا من البياح. عندنا جش الصال اليوم انا اشوفه متوفر كذا دكه ما شاء الله. كيف حالك بيه؟ ما شاء الله. كم الشعوم اليوم؟ 25. شله فوق شوي السمكه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا على 25 درهم اليوم سعر الكيلو. وهنا عندنا ايضا البياح كم عندك واصل؟ كيلو 25. 25 ايضا البياح اليوم. والصال؟ صال كيلو 30. على 30. وهني ما شاء الله الشعري؟ كيلو 20. طبعا الشعري عندنا، شوفوا هني عندكم الشعري، هذه الشعريه وهذه الشخيليه، ها شوفوا الشخيليه خط احمر، وعندكم ايضا السولي، هذه السولي سبحان الله محاطين مصافي لكم اياها صفه. عندنا السولي وعندنا الشخيلي وعندنا ايضا الشعري، وقلنا كم بوي الكيلو؟ 20. على 20 درهم الكيلو، اللي يبغى يجرب ياخذ له من هذه الاسماك الطيبه عندنا هنا وعلى 20 درهم. والهامور كم واصل حاليا؟ هامور 60. على 60 الهامور اليوم
على 60 درهم. وهني عندنا ايضا البان هذا ما شاء الله، شوفوا تبارك الرحمن، في كميه ايضا وصلت من اسماك الشعري. الشعري كم واصل اليوم؟ كيلو 25. 25 ما شاء الله، 25 امساه توصل تقريبا 30، وقبل فتره كان على تقريبا 16 درهم، لكن مثل ما تعرفون تقلبات الاحوال الجويه من فتره ما شاء الله، وايضا الامطار اللي مرت علينا، فحسب كذا شويه تكون الاسعار تختلف، بالاضافه ايضا الى الكميات اللي توصل عندنا. والشعري هنا ايضا متوفر على 25، وعندنا ايضا جش ام الحله هنا ما شاء الله، كم عندك؟ جش 30. 30 درهم، 30 درهم جش ام الحله. وعندنا ايضا ما شاء الله الصافي هنا، صافي 40. على 40، الصافي على 40 درهم اليوم. عندنا مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله كميات طيبه ايضا وصلت عندنا اليوم الصبح، وتم توزيعها على الدكات مشاهدينا الكرام. بننتقل وياكم ايضا الى دكه ثانيه بنستعرض فيها وياكم اسعار الاسماك الموجوده عندنا اليوم هني، الاشخيري، وعندنا الكوفر، وعندنا ايضا البياح. كيف حالك يا روبل؟ سلام طيب عليك. سلام رحمه الله وبركاته، ما شاء الله. شو عندنا اليوم اشخيري كم؟ اشخيري 25. 25 اشخيري. والكوفر؟ كوفر 40. 40 اليوم؟ أيوة. ماشي 45 يعني؟ لا لا. 40 اليوم على 40 درهم الكوفر، تشوف الكميه اللي واصله، وايضا اسماك طيبه واحجامها ايضا مناسبه. وعندنا ايضا البياح، بياح كيلو 35. 35 البياح اليوم، 35 درهم البياح. والشعري 25 ولا اقل؟ لا الشعري 25. 25 عندك على 25 ايضا يا روبل اليوم الشعري، ما شاء الله شوفوا كميه الشعري اللي وصلت عندنا اليوم مشاهدينا الاعزاء، كميه طيبه وانواع مختلفه من الاسماك اللي عليها طلب دائم في سوق الجبير، وايضا طلب من الزباين. وهني عندنا الصال ما شاء الله، هذه كميته وهو واصله كيلو 30. 30 إيه 30 درهم اليوم عند اخونا روبل. روبل عندنا هذا الصيرم اليوم فيه زريدي وفي الحمراء، وفي عندنا ايضا صافي صنيفي زريدي والحمام ولا حلواي حمام هنا حمام نعم. زريدي كيلو 45، حمراء كيلو 50، صافي صنيفي 35، حمام 40. على 40 الحمام. أيوة. انزين والدكه بعد فيها عندك صافي. ايوه صافي كيلو 55. 55 الصافي اليوم. هذه شوفوا الاحجام هنا ما شاء الله، الاحجام الكبيره، شوفوا الاحجام اللي موجوده عندنا من اسماك الصافي، الصافي العربي طبعا هذا، وهناك عندنا الصافي الصنيفي. كم قلنا روبل هنا؟ هذا 55. 55 درهم، 55 درهم اليوم سعر كيلو. عندنا الصافي ما شاء الله اللي تشوفون، عندنا صافي العربي، وعندنا ايضا كميه من اسماك اللي هي جش ام الحله. كم عندك؟ كيلو 30. على 30، على 30 درهم. والصافي الصنيفي؟ 35. 35 درهم صافي صنيفي. نعيمي. عندنا ايضا النعيمي؟ نعيمي 35 بعد. 35 درهم عندنا النعيمي. والهوامير كم عندك؟ هوامير 60. على 60، على 60 درهم عندنا اليوم الهوامير مشاهدينا الاعزاء. طبعا في انواع مختلفه من الاسماك تحافظ على سعرها دائما، وفي اسعار ثانيه او انواع ثانيه تختلف الاسعار على حسب الموسم، حسب الكميه، وايضا الاحجام. بالذات عندنا الهوامير، الهوامير اذا كانوا كبار طبعا سعرهم يبدا عندنا من 30 40 45، لكن الاحجام العاديه اللي نشوفها دائما اللي هم بين الكيلوين كيلوين ونص، هذه اسعار ثابته بين ال 50 الى 60، او احيانا توصل الاسعار الى 65. لكن عندنا في الاحواض هناك السعر يكون شويه مختلف عن اللي موجود على الدكات مشاهدينا الاعزاء. وهني عندنا ايضا اليوم ما شاء الله الخباط، الخباط طبعا مثل ما تعرفون قبل فتره اسعاره طيبه واسعاره كانت شويه قليله او نازله مثل ما نقول، لكن الان بنشوف وياكم كم وصل سعر الخباط عندنا هنا. السلام عليكم بيه. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين الحمد لله. ما شاء الله عندك اليوم الخباط احجام مختلفه بعد. وكم السعر اليوم؟ 40 بالكيلو. على 40 درهم. 40 درهم سعر كيلو الخباط. شوية مثل ما تلاحظون تغير السعر أو ارتفع السعر عن الأيام الماضية، كانت الأسعار شوية بين 16 و17 من العروض اللي يقدمونها الإخوان دائما في سوق الجبيل، لكن الآن السعر واصل 40 درهم مثل ما تعرفون الكميات اللي موجودة، بالإضافة أيضا إلى الأحجام. وهني شو عندنا ما شاء الله؟ عندنا النعيمي وعندنا أيضا القباب، بنشوف وياكم هنا كم سعر النعيمي اليوم. النعيمي 25 على 25 الكيلو، 25 درهم الكيلو عندنا اليوم. وهناك عندنا أيضا القباب، قباب 30. 30 وصلحينه؟ اي صح. هاي الاحجام موجوده؟ موجود. ماشي صغار بعد؟ لا لا اول عندنا صغير وسط والكبار، لكن الان ما شاء الله الاحجام الكبيره متوسط او يعتبر الان متوسطات على 35 عفوا 30 درهم، 30 درهم. والنعيمي على 25 درهم مشاهدينا الاعزاء. متابعينا مشاهدينا الاعزاء طبعا وصلنا معاكم الى ختام جولتنا وفقرتنا الرائعه من سوق الجبيل، استعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار الاسماك، ولاحظنا اليوم اختلاف
في الاسعار بالذات عندنا في الاسماك، لكن عندنا في القشريات العكس الاسعار نازله. طبعا القشريات اللي هي الربيان والقباقي بعد سالناهم نحن مساعه، الاسعار تبدا عندنا من 30 35 و40 درهم على حسب الانواع والاحجام ايضا. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله في حلقات وفقرات قادمه مشاهدينا، مع السلامه.